هذا درس مرة سريع. راح احتاج زيت وخيط متين، كاس فيه موية، مقص، وقطعة بلاستيكية صغيرة قصيتها من ملف. أول شيء نبدأ نحط الزيت على الماء، بعدين نأخذ الخيط نحطه على الزيت، بعدين نحطه في قطعة البلاستيكية الصغيرة ونحطها على في الكاس ونكون انتهينا. أتمنى عجبكم الفيديو وما تنسوني من اللايك وسبسكرايب.